اولا المسيره اللي كانت في مدينه الدار البيضاء نهار 23 ديال هذا الشهر هذا، يعني هذه اول مظاهره كبيره اللي كتطلقها الجبهه الاجتماعيه المغربيه اللي حنايا كحزب اشتراكي موحد ولا كفيدراليه اليسار يعني ديمقراطي اعضاء مؤسسين فيها. وانا حضرت الاجتماعات الاوليه ديال تحديد الاهداف وتحديد الاهداف وتحديد يعني الدور ديال هاد الجبهه اللي كنعتبر بانها جبهه مغايره للجبهات اللي كانت من قبل، ويمكن انها تعطي واحد النتائج مهمه فيما يخص يعني قوه الضغط الشعبي بقواه السياسيه والنقابيه والجمعويه كلها. وهذا الشيء يعني هذه بدايه، وكنتمناو بانه يعني غادي تستمر، حنا غادي نعملوا في كل يعني كل ما في وسعنا بان تستمر. هذا من جهه. من جهه ثانيه انا لم احضر هذه المسيره، وكنت عبرت على الدعم ديالي للمسيرة يعني هذا، لأنني كنت أتواجد يعني في خارج المغرب لحضور مؤتمر حزب الشعوب الديمقراطي التركي اللي هو حزب معارض واللي هو القوة الثالثة اللي موجودة في تركيا. هذا حزب يساري مهم جدا ويناضل من أجل يعني بناء الديمقراطية الحقيقية في تركيا، وعنده واحد العدد كبير ديال المعتقلين السياسيين، عنده مطالب من اجل ان يتم الاعتراف بالشعب الكردي. انتم تعرفوا المأساة التي يعاني منها اليوم الشعب الكردي، سواء منه ذلك الذي يعيش في شمال ديال ايران ولا في الشمال ديال العراق ولا في الشمال ديال سوريا اليوم اللي هو مضطهد، ولا في الشمال ديال تركيا واللي فيه تقريبا اكثر من 23 مليون ديال النسمة غير في تركيا. هما كيطالبوا بحقهم في الاعتراف بهم. وانا كنت حاضره تنظن كسياسيه وحيده من المغرب لكي يعني اناقش معهم التجربه ديالنا حنايا، وكيفاش يمكن لهم هما يستافدوا منها، وكيفاش يمكن لنا حنا نستافدوا من التجربه ديالهم. هما مثلا اليوم يطالبون بنوع من الحكم الذاتي، نوع من الحكم الذاتي. حنا هاد التجربه ديال الحكم الذاتي هذا مقترح كان داروا اليسار في المغرب قبل ما يديروا النظام ديالنا، من اجل ايجاد حل الملف ديال الصحراء. ولقيت الصحراويين تما وقلت لهم انتم دابا دوله هذه قويه، هذه تركيا اللي هي القوى الثامنه اقتصاديا عالميا، وطالبه هذا الطرف الكردي اللي هو مضطهد مطالب بالحكم الذاتي، والدوله كترفض. حنا الخوت ديالنا المغاربه اللي هما 80,000 على اقصى حد، يكونوا حتى 100,000 واللي هما مغاربه وطالبين الانفصال، وحنا اقترحنا عليهم كيسار ثم النظام اقترح عليهم الحكم الذاتي وهم رافضينه. يعني غير هذه الملاحظه اللي انا عملتها كل شيء كان يعني مبهور، لان البوليزاريو كانوا موجودين والجزائر ما زالت يعني النظام الجزائري مازال كيمول فيهم موجودين. وانا تنظن بانه بالنسبه لبلادي كان مفيد جدا انني كنت تما باش نعبر على هذا التعبير، جعلهم يعني كيلتفتوا كيقولوا كيف يعقل. هذا من ناحيه. ثم من ناحيه اخرى انا هذا الحزب اللي استضافني حزب اللي هو مشكل من 7 ديال الاحزاب، والتجربه ديالو تجربه مهمه. اليوم عنده 80 ديال البرلمانيين داخل البرلمان، وحنا داخلين كحزب حتى حنا في واحد التجربه اللي هي اندماجيه مع الرفاق ديالنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي. حنا 3 الاحزاب وباغيين نفتحوا على اخرين. واليوم انا تنظن التجربه اللي جبتها يعني مكتوبه وفي راسي على هذا الشيء غادي تفيدنا كثير كفيدراليه، باش يمكن لنا نزيدوا نستمروا في هذا. اذا المناضل يجب ان يكون في كل المعارك. انا بالنسبه لي كنت ممثله احسن تمثيل في المسيره برفاقي المكتب السياسي ومناضلين ديالنا اللي حضروا من المغرب كله، الى جانب الرفاق ديال الفيدراليه والى جانب الجمعيات الحقوقيه وكل شيء اللي كان حاضر. اذا منيب حاضره في كل المعارك، واظن انني اليوم على الاقل سجلت واحد جوج ديال الاهداف مهمين في هذه المهمه اللي انا قمت بها على يعني المصاريف ديال الحزب ديالنا، لاننا كنعتبر بان الدبلوماسيه الحزبيه مهمه وهذه بلادنا وكتهمنا وما بغيناش انها تقسم. وانا قلت لهم بانه اليوم هذا الشيء ديال صفقه القرن وتقسيم المقسم والجزائر المجزأ كانوا غيبداو بنا حنا المغرب، وان هذا الملف المفتعل في الصحراء هو من اجل باش يخليو المغرب تحت الضغط، باش ما يمكنليناش ننطلقوا ونبنيو المغرب الكبير. بمناسبه لقيت بعض المغاربه كذلك يعني ديال المغرب الكبير، وجددنا الصله كما جددنا الصله مع الاحزاب اليساريه عبر العالم بما فيها هذه الحركات الجديده ديال بوديموس وسيريزا وكلهم، باش يمكن لنا نشوفوا هذا العالم الجديد اللي احنا كلنا كيساريين اليوم في العالم مقتنعين بانه خصو يخرج للوجود
كفى من هاد نهب الخيرات، لان 1% ديال في العالم كيكتسب 80% ديال الخيرات وديال التراث، في حين ان الفئات الاخرى كتزداد تهميشا وفقرا، وهذا خصو نضال عالمي. ولهذا نحن يعني حنا تنسجل راسنا في هذه الامميه المناضله التي تعمل على عولمه بديله والتي تسعى الى ضمان كرامه الشعوب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.